وبالتالي زي ما احنا شايفين كده الاعصاب اللي موجوده تحت الاسترنوماستويد ماسل، زي ما احنا شايفين الاسترنوماستويد ماسل بتبقى طالعه من هنا واخد بالك، تطلع لغايه فوق من عند الاسترنوم تحت والكلافيكل تحت لغايه الماستويد، وهي ماشيه بتبدا ان هي تعدي على مجموعه الاعصاب دي. اول حاجه الفيجاس نيرف، تمام، تاني حاجه الايه الفرينك نيرف، تالت حاجه البريكال بلكسس. وقلنا كلمه بريكال بلكسس، كلمه بريكال دي نسبه للارم، نسبه البريكال بلكسس نسبه للايه للارم، ودي بتنزل قلنا بتدي كل الاعصاب بتاعه الابر لمب او بتاعه الطرف العلوي. برضو انا ما اقدرش ان انا اسيب الرسمه من غير ما نراجع على شويه ايه حاجات مهمه. يمكن برضو من الحاجات المهمه قوي في الرسمه ديت بخلاف النرفس او الاعصاب، يمكن زي ما احنا قلنا في عندنا هنا حاجه اسمها السكاليني ماسلز، الانتيرو سكاليني والميدل سكاليني، واخدنا قبل كده الانتيرو سكاليني والميدل سكاليني، وعرفنا ان هم برضو من الماسلز او من العضلات اللي بتبقى ديب تو استرنو ماستويد ماسل. الاحظ هنا ادي الكومن كاروتيد ارتري بينقسم الى اتنين، واحد اسمه الاكسترنال كاروتيد اهو الاكسترنال كاروتيد ارتري، وقلنا ان ده بيبدا ان هو ماشي على السكال من بره او على الجمجمه من بره. التاني ده اللي هو اسمه الانترنال كاروتيد ارتري، قلنا ان ده بيخش السكال من جوه، على فكره ده بيبقى اللي بيلعب دور في الامداد الدموي بتاع المخ، بيدي برانشات بتروح تغذي الايه البرين من الداخل، عشان كده بنقول ان ده اسمه انترنال يعني داخلي بيخش جوه الايه السكال. هنجد برضو في جيب كده حته واسعه واخد بالك في بدايه الانترنال كاروتيد، هتسمعها كتير قوي، اسمها الكاروتيد ساينس. كلمه ساينس يعني جيب او حته كده ايه منتفخه او ايه او واسعه. طيب برضو من الحاجات اللي ممكن تكون مهمه عندنا، مش موجوده في البيانات بس مهمه، زي ما احنا شايفين هنا ادي الايه التراكيه القصبه الهوائيه اهي خلاص كده تمام، وهنا الحته دي اللي هي تفاحه ادم اللي هي الثمانيه اللي بتبقى موجوده قدام عند الشباب بتبقى باين قوي، اسمها الايه الثيرويد كارتليج، الثيرويد كارتليج. برضو من الحاجات المهمه قوي في البيانات عندنا العظمه دي اللي احنا بنسميها الهايويد بون، الهايويد بون. هنا في غشاء مهم قوي بيتواجد ما بين الغشاء ده اهو، بيتواجد ما بين الثيرويد كارتليج والهايويد بون، فبنسمي الغشاء ده الثيرو هايويد ميمبرين، يعني من بعض الحاجات اللي ممكن تبقى تهمنا، في حاجات اخدناها وفي حاجات لسه هناخدها. طيب برضو هنا في عندنا هنا كارتليج كده بنسميه الكريكويد كارتليج، الكريكويد كارتليج. في عندنا هنا ليجامنت بص بنسميه الكريكو ثيرويد، الكريكو ثيرويد، كريكو ثيرويد ليه؟ لانه بيقع ما بين الكريكويد وما بين الايه الثيرويد كارتليج، فنسميه كريكو ثيرويد ليجامنت خلاص كده. طيب